السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف بلجن جديد اسمه سمارت ماب T4R سمارت ماب. ده بيديني شوية خصائص جميلة. يمكن هو مركز على الهانجر، بيجي هنا أقول له أنا عايز ضغط، وأشوف أنا عايز ضغط هوريزونتال ولا ضغط فيرتيكال، وأنا هل أنا عايز هانجر ولا سبورت، البايب، الكيول تري، الكونديت. وممكن أنا أقول له سبيلت كونديت أو سبيلت بايب، او حتى لو انا كنت عاملها جينيريك موديل بروح معلم على الجينيريك موديل الموجود واقول له حط لي ليه الهانجر بتاعه او السبورت. زائد ان في عندي سمارت ديفيوزر، لو انا عايز اد انرجينج داتا وفاميلي، عايز اعمل مثلا اديت فلو، انسيرت بوزيشن سيمبل، يعني في بعض الحاجات كان فيها شويه مشاكل ما كانتش سهل الواحد يعمل معاها. البلوجن ده خاص بال MEB ميكانيكال الكتريكال بايبنج، فبيديك تفاعل اكتر مع برنامج الريفت. ده من البلوجن اللي عجبتني وسهل الاستخدام. عمر سليم.